مجلس الأعمال المصري الأوروبي يصدر بيانا للتحرك العاجل ضد مرتكب حادث حرق المصحف الشريف في السويد، ويصفها بالدعوة الصريحة للكراهية والعنف ضد ملياري مسلم. والأزهر يطالب بمقاطعة المنتجات السويدية، وبيان الخارجية المصرية يرفض المساس بالثوابت الدينية الإسلامية. والتفاصيل في تغطيتنا الآن. بعد توعد المتطرف العراقي والتهديد بحرق المصحف مرة أخرى أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في خلال 10 أيام، أدان مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف. وأصدر مجلس الأعمال المصري الأوروبي بياناً عبر فيه عن هذا الفعل، وتم إرساله إلى هوكن إيمس جورد السفير السويدي بالقاهرة. وأكد البيان على أن تلك الأفعال هي جريمة وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد ملياري مسلم، ولا ينبغي التسامح معها، بل يجب معاقبة مرتكبيها. ونص البيان على التالي: أنه بالإشارة إلى سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين الإرهابيين بحرق وتمزيق المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإننا ندين وكافة أعضاء المجلس بأشد العبارات لهذه الأعمال البغيضة والمتكررة والتي لا يمكن قبولها تحت أي مبررات. وتضمن البيان على أن هذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج في إطار حرية التعبير المسؤول التي نحترمها جميعاً، بل هي بكل تأكيد جريمة سب وقصف وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد ملياري مسلم، ولا ينبغي التسامح معها، بل يجب معاقبة مرتكبيها. وطرح مجلس الأعمال المصري الأوروبي سؤالاً هاماً في بيانه، وهو: أليست معاداة الإسلام كمعاداة السامية التي تجرم ويعاقب عليها في قوانين الكثير من الدول الغربية دون أي تذرع بحرية الرأي والتعبير؟ وطالب مجلس الأعمال المصري الأوروبي البرلمان السويدي لإصدار قانون يجرم الإساءة للإسلام ومقدساته إعمالاً للمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على: تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وفي محاولة لإنهاء مثل تلك الأفعال المحرضة على الإرهاب والكراهية، وجه مجلس الأعمال المصري الأوروبي الحكومة السويدية إلى التحرك مع كافة الدول لإصدار قرار من الأمم المتحدة يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية كجريمة تهدد الأمن والسلم الدوليين. ولفت أيضاً مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى عنصر هام، وهو أن التغاضي عن وقوع هذه الأفعال لا يتناقض فقط مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب، فهو يتناقض أيضاً مع مسؤولية الدول في منع جرائم التحريض وإثارة الكراهية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل بين الشعوب. وكان متطرف عراقي يدعى داس سلوان موميكا بالغ من العمر 37 عاماً قام بإحراق المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء الماضي أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، مما تسبب في غضب إقليمي ودولي. وأدان الأزهر الشريف ذلك، كما ناشد الأزهر الشعوب الإسلامية وأيضا العربية في بيان له بمقاطعة المنتجات السويدية بسبب تكرار الانتهاكات تجاه المصحف الشريف ومحاولاتها المستمرة لاستفزاز المسلمين باسم الحرية. وقال الأزهر في البيان: على كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي
تجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة. وأكد الأزهر على أن هذه الانتهاكات تحمل إجرام وتطرف، ومجرد سماح السلطات السويدية للمتطرفين بفعل هذا كحرق أو تمزيق للمصحف الشريف في عيد المسلمين هو دعوة صريحة للعداء والعنف. ونص بيان الأزهر أنه يجب على حكومات الدول الإسلامية والعربية اتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجراماً وتطرفاً تجاه المقدسات الإسلامية، مشدداً على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها. وأعلنت الخارجية المصرية أيضاً رفضها التام للممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين. كما أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. واعترض وأدان الكثير من دول العالم العربية وغير العربية والإسلامية وغير الإسلامية هذا الفعل، ومن ضمن هذه الدول مصر والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان، فضلا عن فلسطين والإمارات والكويت وتركيا والبحرين وموريتانيا وروسيا وأمريكا. بل وصل الأمر للحكومة العراقية ذاتها، وأعلنت السلطات العراقية أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية لاسترداده ومحاكمته في البلاد. ويتنافى هذا الفعل بالطبع جملة مع مصالح السويد في العالم من حيث الاقتصاد والتجارة والمعاملات التبادلية بشكل عام. وما زالت الأزمة تتفاقم مشاهدينا، ما زلنا نتابع معكم كل جديد، وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.